ازيكم يا مواليد برج الأسد، يا رب تكونوا بخير. أنا مريم. توقعات برج الأسد ليوم السبت 25 يونيو حزيران 2022. توقعات العشرية الأولى: مواليد 23 يوليو ل 2 أغسطس. ممكن النهاردة إنك تتبنى موقف يعتبر مؤيد جدا ليك، تقوي من خلاله كل الروابط الأسرية مع بعض. هتتقبل عيلتك كل ده بسعادة كبيرة وهتدعمك بشدة في كل خططك. التعزيز ده هيكون مناسب جدا في كل العلاقات، هيستمر حتى فترة طويلة جدا في حتى حياتك العاطفية. ممكن تتقرب النهاردة من شخص محدد بعينه في الفترة دي، هيساعدك علشان تتعرف على علاقات تبقى مداها طويل. توقعات العشرية التانية: مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس. انت النهاردة متفق بشكل كبير يا أسد مع نفسك، واثق بنفسك، هتظهر سلام يعتبر داخلي واضح جدا ليك. انت دايما مفعم بالحيوية والحماسة نتيجة لكل هدوءك اللي بيعتبر خارجي، بيشعر كل الاشخاص اللي حواليك براحة كبيرة في وجودك النهاردة. ثقة كبيرة وسعادة كبيرة في حياتك بتعني ان كل زملائك وكل اصدقائك بيثقوا فيك ثقة عمياء وبيطلبوا دايما منك النصيحة. توقعات العشرية التالتة: مواليد 14 اغسطس ل 22 اغسطس. في الغالب مش هتصادفك اي عقبات في طريقك من كل الاشخاص اللي حواليك، هتتعرف على اشخاص جدد بسرعة كبيرة وبأقل مجهود. حتى لو استخدمت المعرفة دي هتعرف تحقق صداقات كتيرة تعتبر مجدية، خاصة على المدى البعيد. في اليوم ده بيبدو ان مفيش اي مشكلة مش هتقدر تحلها النهاردة، هتسمح ليك حالتك المزاجية انك تبقى في تفاؤل اكتر، في نظر بثقة اكتر في مستقبلك عن اي فترة كانت عليك. ممكن بس تسيب كل التوتر اليومي بشكل كبير وراءك علشان ما يأثرش عليك.